اشتغلنا على ديكستر 1 ان هو يبقى اول روبوت بجامعه دمياط خاص ان هو بالسكيورتي والامان، مخصص ان هو يديتكت الحريق والفليم واللهيب، واول ما هو يلاقي مجرد في لا قدر الله حريق ان هو يبعت على طول للفاير ستيشن انها تبدا انها تدي اشاره اللي في حريق في المبنى الفلاني الخاص بالجامعه. في كمان جزء الخاص بالفيس ريكوجنيشن، نقدر ان هو لو احنا طلعناه بره ان هو يتعرف على الاوبجكت ريكوجنيشن ويبدا ماشي طول الطريق في الكليه لوحده. اللي هنا اللي بيتحرك على عجلات ثابته ماشي بيها طول الطريق. تقريبا من 6 لـ9 شهور بنعمل اول مرحله ان احنا نطبع الجسم 3D عن طريق الطباعه، بعد كده ان احنا نكون الاول القاعده لان الجزء المواتير الحركه من تحت منفصل خالص عنها، بعد كده نركب الحساسات، يجي بقى بعد كده جزء الخاص بالبرمجه بالفيس ريكوجنيشن والساوند والفويس. بنفكر ان شاء الله في ديكستر 2 ان هو بقى بدل نبدا بدل العجل ان هو يبدا يتحرك برجلين بحيث يكون اول روبوت بيمشي في مصر ان شاء الله.